نحمي صحة المستهلك الجزائري وأيضا نرافق إخواننا المتعاملين الاقتصاديين في عملية التصدير، لأن عندما نصدر منتوج هو علامة لصنعة الجزائر، وتلاحظوا بأن هذا المنتوج ترافقوا أيضا مشروع قانون اللي قدمناه إلى الحكومة إن شاء الله نتمنى المصادقة عليه، وشبكة المخابر. نحن بصدد روليا كما تسمى باللغة الفرنسية، نحن بصدد جمع هذه المخابر سواء كانت عمومية أو مخابر خاصة. عندنا تقريبا حوالي 500 مخبر عبر القطر الوطني. قبل جوان يتم اعتماد هذه المخابر التسعة باش نروح إن شاء الله إلى مخابر أخرى، إلى أن نصل إن شاء الله كما أشرت سالفة 24-25 يكون 45 مخبر تاع وزارة التجارة معتمد، وأيضا مرافقتهم حتى في المخابر الخاصة، لأن المخابر الخاصة هي جزء من هذه الشبكة.